النقطة اللي معادها اللي هي البروبرتيز اوف كربون دايوكسيد، شنو هي خواص غاز ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون من طبعا عارفين ان كالرلس اودرلس، لا رائحة ولا لون عنده. طبعا نعرف انه اثقل من الهواء. الخاصية المهمة عندنا نحن بالنسبة لغاز ثاني اكسيد الكربون انه لما يتفاعل مع الماء يعطي الكربونيك اسيد. لما يتفاعل مع الماء يعطي الكربونيك اسيد، يعني يجينا من النقطة اللي هو شنو؟ اللي هو حامض، يعني لو بي اتش، معناها الآن بيدخل في مسألة التآكل. في مسألة التآكل. كربون دايوكسيد وين ديسولف ان الكلاين سولوشن ساتش از صوديوم هيدروكسيد تو فورم صوديوم كربونيت اند ووتر. أحيانا المسألة اللي ذكرناها الآن الكربون دايوكسيد، لما يكون عندنا كربون دايوكسيد ونحن بنجنبه مسائل التآكل نستخدمه فيه الخواص هذه اللي هي بمجرد ما تستعمل مادة قلوية زي الـ NaOH حتكون لنا الصوديوم كربونيت، يعني انت قللت الوسط الحامض اللي بيسبب التآكل. يعني بمجرد ما نحن دخلنا هو كان المفروض يكون بالشكل هذا، يعطينا حامض الكربونيك. حامض الكربونيك الآن بيسبب لنا مشاكل التآكل. أحيانا الخاصية الأخرى اللي هي بما أنه هو يتفاعل مع الصوديوم هيدروكسيد اللي هو الـ NaOH، ممكن جدا استغلال الخاصية الأخرى لما نفعلوه عماه يكون لنا الصوديوم كربونيت، نتجنبوا مسألة وجود الحامض في الإلكترولايت، نتجنبوا مسألة التآكل. عندنا الـ Properties of Sulfur. السلفر اللي هو الكبريت موجود غالبا في معظم الأنسجة الحية، وكنا عارفين أن في معظم الأماكن الطبيعية زي الوقود الأحفوري موجود السلفر في المكونات، بس أحيانا تلقى في بعض أنواع الوقود موجود بكثرة وبعض الأنواع موجود بأقل. ولكن طبعا السلفر وجوده يسبب لنا عدة مشاكل. وجود السلفر ممكن جدا يسبب لنا في أثناء الاحتراق يسبب لنا أكسيد الكبريت. أكسيد الكبريت برضو أكسيد الكبريت الشيء اللي بيحصل فيه يبدأ يتحول إلى أحماض كبريتية. الأحماض الكبريتية هذه بتسبب لنا التآكل. نحن الآن بمجرد ما نجد الكبريت نتوقعوا التتابع المشاكل اللي بدهم يحصل عندنا. اوكي. احيانا اللي يعرفوا هو الاحماض الامطار الحمليه، احيانا مرات مش بس في منظومه معينه ويمكن حمايتها، احيانا بمجرد ما يحترق الكبريت مع الغازات في الوقود الاحفوري والله في اثناء عمليات اي عمليات حرب يخرج كميات من الاكاسيد، احيانا لما تخرج لنطاق البيئه مرات تسبب في الامطار الحمليه. الامطار الحمليه هذه لو نزلت على اي مباني والله على اي متر بتسبب فيه تآكل. عندنا الـ Properties of Hydrogen Sulfide. Hydrogen Sulfide اللي هو الـ H2S من برضو أحيانا نجدوه في بعض المكونات الطبيعية حتى في بعض مكامن الغاز وبعض مكامن النفط نجدوا الـ H2S. الـ H2S طبعا وجوده من ضمن الخواص نتاعه أنه هو يتفاعل مع المعادن زي الحديد، وبالتالي بمجرد ما يتفاعل معها حيعطينا كبريتيد الحديد. كبريتيد الحديد هذا الان المعدن حيفقد خواصه الماديه ويفقد خواصه الميكانيكيه، بالتالي حيصير فيلير ولا خلل فشل في اداء المهام بتاعه. الهيدروجين سلفايد اس هيفير ذان اير، عارفين انه اثقل من الهواء، بالاضافه الى ما سبق فان الاتش تو اس برضه عنده مخاطر للسلامه برضه، لانه هو غاز قاتل لو تجاوز باعداد بكميات قليله ممكن جدا يكون قاتل. وين هيدروجين سلفايد فورم ا بارت اوف الكترولايت، ميتال سلفايد ار فورم ديرينج ذا اكتيفيتي اوف كوروجن سيتي. هذه اخطر نقطه عندنا اللي هي وين هيدروجين سلفايد فورمز. لما يتكون عندنا الهيدروجين سلفايد بارت اوف ان الكترولايت كجزء من المحلول الالكترولايت، ميتال سلفايد سواء كان حديد حيكون
كبريتيد الحديد وهكذا. ميتال سلفايدز ار فورمد ديورينج ذا اكتيفيتي اوف كولوجين، في خلال عمل الخليه خليه التاكل حيتكون عندنا اللي هو الميتال سلفايد. يعني الميتال هو على حسب نوع الميتال اللي هو نحن نقول الان غالبا على الحديد حيكون عندنا ايرون سلفايدز. لما حكينا على السلفر وقلنا نحن عندنا ممكن ندير تتابع انواع معينه من المشاكل، وقلنا نحن المشكله نتاعها احيانا الان ما تلقاش الكبريت، احيانا تلقى الغاز في صوره متكون. المرحله الثانيه اللي هي مرحله مش الكبريت بينحرق بيكون الغازات، الان موجودات عندنا الغازات بصوره اوليه، لو الغاز برضه تفاعل مع الماء حيعطينا احماض الكبريت على راس حمض الكبريتيك. الاحماض طبعا احنا حكينا عليه وقلنا ان اللو بي اتش قلنا عامل مهم جدا في تسارع واحداث عمليه التآكل. اوكي؟ The acid is extremely corrosive and causes a damage to metal and things. الان عارفين ان نحن الاسيد سري extremely corrosive يعني شديده جدا في مسائل التآكل. في تصنيفات للتآكل احيانا يقولوا الويت كوروجن واحيانا يقولوا الدراي كوروجن. شنو الفرق بين الويت كوروجن والدراي كوروجن؟ الويت كوروجن يحصل لما يكون فيه مياه وفيه محلول الكترولايت، هذا اللي احنا تعرفنا عليه في وجود الخليه حيكون عندنا الكاثود الانول ويكون عندنا الالكترولايت والكوندكتور. احيانا في بعض الاماكن يحصل عندنا دراي كوروجن. الدراي كوروجن هذا وين يحصل؟ يحصل عادة في الفرنس وفي الشمي المداخن والاشياء هذين، في درجة وجود درجة عالية جدا ممكن يحصل لنا مسائل الاكسدة بدون وجود الماء. هذه الحالة اللي يحصل فيها الاكسدة بدون وجود الماء. اتموسفيريك كوروجن اوكي بيكوز اوف كوروزن غازز، اوكي؟ هذا يحصل عندنا في الويت. ويت كوروجن از اولويز ان الكتروكيميكال بروسس. هذا أهم شيء فيه. الويت كوروجن از اولويز ان الكتروكيميكال بروسس. Involving the transfer of metal ions away from the corroding surface. يعني انتقال الالكترونات والايونات وبالتالي مسائل التآكل زي ما حكينا عليهم في خلية التآكل. الدراي corrosion is a process of oxidation occurring without any water being present. بعدم وجود الماء، الآن ما عادش نحكي عن وجود الماء. كيف يحصل هذا؟ This type of reaction only فقط occur at a high temperature، يحصل فقط في وجود حرارة عالية. And not a common، مش عام الموضوع هذا، في أماكن معينة يحصل. On oil and gas processing plants except in the furnace area، في مناطق اللي فيه الأفران القوية، of a boilers، الغلايات، الشمنيز، and sulfur burning plant، والشمني اللي هي المداخن، والبرنينج بلانتس اللي هن معامل الاحتراق.